السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم جديد بس المرة دي إفريقي. كل الدعوات للنادي الأهلي إن شاء الرحمن في مباراة النهاردة في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا. البطولة اللي بدأها الأهلي سنة 76 واستمر فيها وبقى أكثر فرق الأفريقيا على الإطلاق حصولا على البطولة بثمان ألقاب، بدأها 82 و87 و2001 و2005 و2006 و2008 و2012 و2013. أميرة القلوب، أميرة أفريقيا، البطولة الأهم والأكبر والأعظم على المستوى الإفريقي. مين يحمل لقبها ومين كمان يكون متسيدها ومين يكون على زعيمها؟ مفيش غير النادي الأهلي. بالتأكيد هي بطولة عزيزة على كل الأهلوية وعزيزة على كل المصريين بشكل عام. كل التوفيق النهاردة إن شاء الرحمن للنادي الأهلي في مباراة في منتهى الأهمية. الأهلي والحرية أو حورية الغيني أياً كان اسمه، لكن في النهاية الأهلي إن شاء الرحمن يعمل حاجة كويسة ويعمل نتيجة كويسة بإذن الله. تشكيلة ملعب النادي الأهلي النهاردة أو تشكيلة ملعب الأهلي في لقائه المهم مع حورية الغيني هتكون مكونة من كابتن عادل طعيمة، كابتن حمادة صدقي، وكابتن أسامة حسني. مباراة في ذهاب دور الثمانية زي ما قلت لحضراتكم وبأكد مرة تانية، هي أولى المباريات النهاردة في دوري الثمانية على الإطلاق. الأهلي مع حورية الغيني، وبعد كده هيبقى موجود وفاء سطيف الساعة 9 النهاردة هيواجه الوداد المغربي. اللقاء الأول طبعا هيبقى في الجزائر، وبكرة بإذن الله هيبقى أول أغسطس مع مازيمبي الكونغولي. الترجي التونسي هيواجه النجم الساحلي في لقاء ديربي خاص بتونس. على العموم كل التوفيق للأهلي خطوة خطوة. البطولة الأفريقية بتمشي مراحل، مرحلة من دور الـ 32 وبعد كده إن شاء الرحمن يعني دور المجموعات، وبعد كده الأدوار الفاصلة سواء كان دور 8 أو الأربعة أو النهائي بإذن الله. عندي خبرين، واحد حلو وواحد وحش. الأول إن نضاي اللي هو الحارس الأساسي، خادم نضاي اللي هو الحارس الأساسي اللي كان موجود مع منتخب السنغال في كأس العالم والأساسي بالنسبة للحرية الغيني والأساسي لمنتخب السنغال، مش هيلعب النهاردة للحصول على الإنذارين. حصل على إنذار في مباراة سان داونز الأولى اللي كانت في غينيا وتم التعادل فيها أو انتهت بالتعادل 2-2، والمباراة الثانية اللي حصل فيها على الإنذار الثاني كانت برضو مع سان داونز بس المرة دي كانت في جنوب أفريقيا. ده الخبر الحلو. الخبر الوحش ان بكاري جسامة هو الحكم الذي سيدير مباراة العودة ما بين الأهلي وحورية الغيني. وما أدراكم ما بكاري جسامة؟ واللي ناسي أفكره مباراة الوداد المغربي هناك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، البطولة اللي كان أحق بيها النادي الأهلي بعد سلسلة من اللقاءات والإنجازات والأرقام القياسية، سواء كان فوزه على الترجي 2-1 الأهلي هناك في تونس أو فوزه على النجم الساحلي 6-2 هنا في برج العرب، وكان مرشح الأقوى للفوز باللقب. لكن بكاري كسامة كان له رأي آخر لو تتذكره هناك في المغرب، وأنا استغربت جدا من إدارته للقاء وهو واحد من المصنفين على المستوى الإفريقي أو إن لم يكن المصنف الأول، وكان حكم من النهائي 3-4 مرات متتالية للبطولة ديت، لكن كان غير موفق خالص في إدارته للقاء، كان متجني بشكل كبير جدا على النادي الأهلي، كان محجم اللقاء بشكل وحش جدا على النادي الأهلي، لكن بيتم إسناده أو بيتم إدارته أو قيادته للأمور التحكيمية في مباراة العودة اللي هتقام إن شاء الرحمن بإذن الله يوم 22 اللي جاي. واللي أكد العميد محمد مرجان أنه تلقى اتصال من العميد ثروت سويلم بيأكد فيه ان المباراه هتتلعب على استاد السلام. يا رب ان شاء الرحمن تتلعب باذن الله في القاهره، ودي حاجه كويسه بالنسبه لكل جماهير النادي الاهلي ايا كان الوضع في القاهره او خارج القاهره. الاهلي عنده هدف واحد، لكن لما بيبقى في المباراه في القاهره هنا بالتاكيد هتبقى حاجه كويسه. يوسف السرايري هو حكم لقاء النهارده.